يا حضرة النبي احنا عارفين ان احنا لما بنسلم عليك انت بترد علينا السلام، وساعة ما بترد علينا السلام احنا كمان بنحس ان حياتنا بتتردي لينا، بس حياة وهي حديثة وعهد بربها. كتروا من ذكر حضرة النبي، كتروا من الصلاة عليه، كتروا من القرب منه. يبقى حاجتين انا هقوله لكم عشان نبقى قريبين من حضرة النبي زي ما كانوا. ما تجعلوش حاجز بينكم وبين حضرة النبي بكتر الصلاة عليه، ويا ريت كل واحد فينا يبقى عنده صيغة من الصلاة يصلي بيها على حضرة النبي. زي ما واحد كده حب حضرة النبي لأن صلاته بتطيب قلبه وبتطهر قلبه من كل الأدران، فقال اللهم صلي صلاة كاملة على من إذا ذكرته أنار قلبي، وسلم سلاما تاما على من إذا سلمت عليه رد علي السلام فجعل قلبي حديث عهد بربي. يا سلام، صلي على حضرة النبي كده. الحاجة التانية كمان، اختار خلق كل يوم وجدد علاقتك بحضرة النبي، واعمل الخلق ده وتبسم وكأنك تقول لحضرة النبي يا حضرة النبي أرجو أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عني وأن يدخلني حضرته في يدك يا رسول الله. يا رب اجعلنا على الدوام ممن أخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخلهم على مولانا سبحانه وتعالى، واجعلنا يا رب دايما أسماءنا مكتوبة في قلب حضرة النبي، واجعلنا يا مولانا دائما محل نظرك، واجعلنا في حضرتك في مجلس رسول الله بحسن أخلاقنا وبكثرة ذكرك والصلاة على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.